حملة جديدة من الاعتقالات بين صفوف الإخوان والتيار الإسلامي في عام 1965. في هذا العام بدأت سلسلة من الاستدعاءات والتحقيقات من عدة جهات أمنية بعد كل خطبة يلقيها عبد الحميد كشك. حتى أنه سرد في مذكراته أن المشير عبد الحكيم عامر أرسل له مندوبا من جهة أمنية يخبره أن المشير يعلم شعبيته وحب الناس له، ويطلب منه أن يحل دم سيد قطب الذي كان يمثل أكبر عقبات النظام آنذاك، لكنه رفض أن يفعل ذلك. لم تمر أيام على تلك الواقعة حتى صدرت الأوامر باعتقال ذلك الشيخ الضرير. في فجر يوم 14 من شهر نيسان أبريل من عام 1965 فوجئ عبد الحميد كشك بالباب يطرق طرقات عنيفة، يبحثون عن أي دليل إدانة لهذا الشيخ الضرير. الشيخ يساق داخل سيارة عسكرية كانت تختصر طريقه إلى المجهول تحت حراسة مشددة من الجنود الصامتين دون أن يعرف إلى أين وإلى متى ولماذا. حتى هو كان يحكي يقول يعني خلوه في العربية بتاعت السجن، وفي الآخر راح ما يعرفش هو فين، حتى سمع أذان الفجر في مسجد محمد علي وعرف أنه في القلعة. أنا ما كنت أذكر الزنزانة رقم 19 في سجن القلعة يوم دخلتها لأول ليلة في حياتي، وأغلق الباب علي وحدي والظلام جالس، وأحس أتحسس حوائطها كيف أنام، وأين الفراش الذي أنام عليه، وأين القبلة ليصلي الله، وأين الله لأتوسع. وخلعت ملابسي وفرشتها وسويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي، ونمت ليلتها أشكو لربي ظلم العباد. حكى الكثير عن الطبائع الحبس التي كان يعاني منها المعارضين في هذه الفترة، طبيعة العنبر والسجن وحفلات التعذيب، طبيعة الطعام، كل شيء سجله الشيخ كشك في خطبه، مذكرات كاملة وتفصيلية لما كان يجري في السجون بأسماء المخبرين والمعذبين والجلادين وأسئلة المحققين، كل هذا سجله الشيخ كشك رحمة الله عليه بالتفصيل في خطبه. ترى حبان السجون، أسمعت بالإنسان ينفح بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ سل جبران الحربي وسلسل الحربي، من ظن قانونا هناك فإنما قانونهم هو حمزة المسنون. في يوم الجمعة 28 من شهر آب أغسطس من عام 1981 صعدت المنبر، وكنت أشعر وأنا أصعد درجه بسخونة الأحداث وارتفاع درجة حرارتها، فقد كان كل شيء ينذر بوقوع أشياء جسيمة وخطيرة. ورأيتني في مقدمة الخطبة أصرخ بأعلى صوتي قائلا: اتق الله أيها الظالم. كان بيتكلم كلام القريب من الشيخ يشعر أن الشيخ يودع.
احنا الناشئين فالموحد بيننا في محكمة القاضي ها هو الله، ليس مستشارا وليس قاضيا وليس رئيس دائرة وليس عضو يمين ولا عضو شمال ولا ممثلا للنيابة ولا سكرتيرا للجلسة، لأن قاضيها يعلم السر ويخفى. موحدنا في محكمة يقول في الثاني من سبتمبر، وبعد مرور عدة أيام، صدرت الأوامر باعتقال عبد الحميد كشك ضمن سلسلة كبيرة من الاعتقالات شملت أكثر من 1500 شخصية سياسية ودينية. بصلي الجمعة في عند الشيخ في اليوم ده، رايحين عادي جدا ما نعرفش حاجة، والمسجد مليان كالعادة. طلع واحد قبل الأذان بقليل قال يا أخوانا الشيخ اعتقل اليوم قبل الفجر ودخل السجن، فاحنا هنعمل مسيرة بعد الصلاة نروح فيها للقصر الجمهورية عشان نطالب بالإفراج عن الشيخ. أنا بالنسبة لي كنت قد سبق اعتقالي قبل الأحداث دي. في الخامس من سبتمبر، وعندما وصل التوتر إلى درجة الغليان، خرج السادات غاضبا في مجلس الشعب ليبرر حملة الاعتقالات الأخيرة بخطاب شديد اللهجة. قررنا أولا حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وحظر استخدام أو استغلال دور العبادة لهذا الغرض أو في المساجد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن. فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. اثنين، التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية على أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو حبذوا أو استغلوا على أي صورة كانت الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن. أنا أرى إن كان وراها سوء تقدير. السيدة جانيس سادات قالت لي، أنا قلت له كتير جدا وكتير من أصدقائه يقولوا ما تعملش كده، إنما أنا أعتقد دافعه مش بس سوء التقدير حتى أعطي أنور السادات حقه حتى في أسوأ قراراته وهي 5 سبتمبر، إنما كان دافعه الوطنية الجارفة الحمقاء، لأنه كان عايز بأي شكل يرجع سينا، لكن لم يدرك إن برضه بهذه الاعتقالات يعجل بحياته ويعجل بحياة نظامه. منش عايز اضطر ابدا في يوم اني اخد ضد ولادي الصغيرين المغرر بيهم اجراء، عشان كده مسكت الروح. تتكلم عن الشيخ عبد الحميد كشك كلمه والحاج حافظ الله يديه الصحه كلمه، اما انا فقد علي ما يقرب من ساعه كلام. طبعا السادات شتم الشيخ المحلاوي وربنا يبارك في عمره ويحفظه، وقال عليه كلمة خطيرة جدا، قال انه مرمي زي الكلب في السجن. في شيخ جامع اسكندرية بيتعرض لي انا شخصيا وعلمي، يقولوا له قولوا ما تخافش وحنقعدك على المنبر ولا توقفك الحكومة، او مرمي في السجن زي الكلب. والله في هذا بالذات وفيما سبق واللي جاي ما حرحموا ابدا بالقانون أبدا. كان كلمة أبدا دي الأبد مفروض يعني نهاية الظهر، كان أبد بيع شهر واحد. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات.